بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحين كسر الشاكيني عشر كيني كان كهر ريه آفاتك لسانك أولي لباتوين كعربك أولي سيدا درادة مركة موضوع وحن كقال لنا سوي فافاسن سوي فافاسن أين كشيرين آفاتك لسانكو وحواجب أن لقى دكتور هذا محاكم إذا برك وحاقوه الرأي بيانتا وحين الدليل أتاه بيانتا بالي على ضعف شخصية قفك تبر دريديس يعني وركي سيبالا أمر مرك عرينو بيانكو كابو وخلل بودريمية هذا الكيس كتيرا أما وحس لأ مركاسو رأينو بيانكو قرحيو وحاكم إذا هدينو حبد حبد لدستاقنون إن شاء الله دي بينه ودي بحب الحبة تقول دلسته الغيبة حنته وكم ده وقفك وإنه قف إسك حنته سيد أنا سوي شيء جيني وقفك عربك زي كنترولي واه وقفك ودونه وإسك جلي عربك شيخ شريف وحود الحوين دمر إسلام وحود دونه ولا هذا وحنك شيخ والنميمة إسكو دركي والله مده مركز إسكو دركي أسو لابو النقطة كانت بالهمز إلى نقطة أما جون هاتشبي وافعلك أو باللمز أما عرب كاسوتا همز هي اللمز بالكذا ويل لكل همزة جون شبي لما أنت لمزة عرب كحنتا إلى قرآن كوكوشة أي أسقنا وهذا على بيت بأسقنا لقفك تتك عرب كأما جعنت أما إشارة كحنتا وهو القول قال تعالى إلهنا وطولها هذا الكلام هماز مشاء هماز قلت شبيه يقلم وهماز مشاء أسعد بدن بنميم اسكو درك ما أنتو نوح يقصي وحونا وحي يقصي يودد اسكو درهم وحكم إذا قف باسير كوليبتي إفشاء الأسرار دسكو يوحي كوقر سدان وعادن قرين وعادن باتا جرته وآفات كلسانك كمين إن قف قبين اسكنقو قف باكويمي تلو كلو ذاقي وحبوك وقر صدي وقف إسلامة أما وحبوك ويدية وحي سبا تكتي ما أنت كيها بلا وحي المغلس ساي ساس أولي وحكوة دان قرانوان ورادة قيا كوي نكا وحان وابرا فتسكر يضع قف باكو دي بتي أسطر وحي كمي آفاتك اللسانك فهو باب التفرق والاختلاف والنافع قف كامر كاسير تسفك سكاسنا وصيفك لي بس قف كيوا ودرك مغلية ويابية وحي كمي آفات اللسانك الصب واللعن قفك ونقفك عايو ومركا هدنا أوسميه هدنا لعنده لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي قيري لا يكون اللعنون شفعاء من نقول أن كوا وح لعنده كوا الله شفيع عقده أما كوا شفيع عقده ولا شهداء يوم القيامة من نقول أن وحكم إذا الكلام فيما لا يعني قفك إنه كهل وح وحبا وجرم الدنيا آخرة نصحوا كفائدة وهو من معاول هذه البناء الخلق ولو كان كلامنا فيما يعنينا لهدينا ووقينا يعني هذا الكهدون نقدر مد فائدة له وقف كد فائدة أليه إيه ده لقمه له لكن واحد فائدة الدون يمد آخر منه كشرهم وحكم إذا المراد والجدع دود فراه بدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويري أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وحنو بلن قاعدة يا قري جندا لمن ترك المراء قفك كفتن ككتجة وإن كان محقا هم النقض يمد مرت وطيسته كم يلا أنت سقط لنا قيلو يبوق وحصدا هدارة تقولي كنا ضاعين لو جوبنا قادر خبض الجنة كويال هدا وحلا جارة ما إنت أتكف قاعد كفتن كأي وحا لا دع عقب بدن مرت كفتن كام بتو هدي لا دع عقب بتنا دب عقب بدني وحكم إذا شهادة تزور عفاتك لسان كلية مرخان تبين عليه قف عن قف مرخان توه بروح أنا مرخان تكون قري waxaa lamida shahaada tusuurka oo dadku ay iyo garaneen oo lamida markaantii aan u jeedo inaan qarisid warkata aanan ka reer hebel ku markaanta ka imay iyo warkata aanu ma jeedina waa hurde masajida ay wax ka dhacaan maanta wariya u jeedo markaa waxaan ahay dadlaad qofku waa aamusay ilaahayna muxuu leeyahay walaa taktumu shahaadata waman yaktumha fa innahu aathimu qalb ina qof markaanti beenaale u raacid waxaadan ogeyn aan ku markaanta kacay iyo inaad
waxaad u jeeda qarisa ogaada waxaa dembi badan waxaa u jeeday inaad ka markhaanta ka caweydo ama reer ka baq ama qabiil ka baq ama wax kale ka baq markaas waxaa ogtahay sheeg haddaad dhimanaysadna waa dhimanaysaa oo ilaahay baa kugu talagalay ma garateed marka dadku laakiin markhaanti beenaalaha ka cararaan laakiin oo waxay dhahaan markhaanti beenaalaha hebelba markhaanti beenaalo furayo waa dambaabe laakiin kii markhaantigu u jooda qariyana waaba ka dambi badan sababteed xuquuqdii qofka meeshaa ku dayacmaysa aafaati lisaankaay ka mid tahay waxaa ka mid a intihaaru lfuqaraa qofku inuu dadka fuqarada iyo ducafada iyo yatiimta inuu guulguulo iyo dadka wax weydiisanaya hadduu qofku wax weydiisto waxaa tidhahdaa walaa almacaanu maanta xumaayo laakiin insha allah khayr haddaan wax xolo insha allah khayr uu ku dhagatir intaa waxbuu baryaya balaaya aafaatu lisaanka ka mid waxaa ka mid a sagaal almanni bilcatiyati wanaxwaha qofku inuu sadaqadi wuxuu bixiyey qofka ugu gallad sheegto waxyaalaha sadaqada buriyay ka mid tahay ilaahay aayaatulbaqar uu ku sheegay afar arrimood sadaqada way buriyay almanni baa ka mid a inuu qofku galladaysto walcadaa baa ka mid a inaad qofkii sadaqada aad siisay aad dhibtid wata maalinka oo meel kasta ka sheegtid oo ku dhibtid isaga waxaa ka mid a istustusnimo inaad waxu bixisid waxaa ka mid a iimaan la-aan iimaanka haddaadan hayn oo qofku iimaan ahayn hadda sadaqa iyadana ka ansixmayso ilaahay wuxuu ku tilmaamay dhadhaabsi siba oo ciid la saaray oo roob badan iyaba ka xalay sadaqadii ala baxday afarta arrimood sadaqada waa buriyeen marka afarta arrimood waa inaa iska ilaalisa waxaa ka mid a almannu waalada waalriyaa wa cadamu liimaan afartaasaa ka mid a afartaas sadaqada qofku waa ka buriyaan waa afarta sadaqada burisa ee waxaa ka mid a marka aafaatu lisaanka addacnu fi lansaab qofka in nasabka laga duro athaabitati fii daahiri sharci sida muuqatana ninkaas hebel baa dhalay hebel baa yaraanaa dhalay markaasaa hebel war hebel islaantu meherkoorrayu ah ma dhalin waa wacay waa waladusina wa maxaa adiga kaa galay ninkaa faris sida muuqato daahirka anaa dhalay buu yidhi uda ina hebel baa laydhaha in hebelkiisa uda waa may nasabku kaba dadka qaarkood waxaa moodaa mararka qaarkood nasabkiibaa dhiibu ka haysataayo intaa dad unbay wax ka sheegayaan wax sheegi oo wuxuu la galay inay dhahaan hebel hebel ma dhalin aabihiis hebel ma dhalin war adiga maxaa muraaqabadaa kaa galay intaa le faraha ka qaad daahirka sharciga loo fiirinaya hadduu dhaho anaa dhali waa loo diinaya ilma abaa ku maqashay marka hadalku wuxuu u qaybsamaa madmuumu lkalaam wa maxmuudu qayb fiican iyo qayb xun buu u qaybsamaa sidaa daraaddeed mar kasta waxaa la ysamrayaa hadal oo dhan marka laysma amrin in lagu hadlo in laga aamusana laysma amrin cali bn abi aalib radi allahu canhu xadiiska wuxuu ku yidhi rasuulka waxaan ka xifdiyey laa samaata yowmun ila alleyl maalin laa wada aamusaa ma jirto habeenkii laga gaaro yacnii hadalka khayrka ana ku hadal war wixii sharana iska da falaa budda min alkalaami fi lkhayr laga maarmi mayo wixii khayrka inaad sheegtid wasukuutu can ishar sharki inaad ka aamusidna laga maarmi mayo maxaa yeelay asalaamatu fi sumti aktharu minha fi lkalaam cabdullah bn cumar ba xadiis wuxuu ku wariyaa man samata najaa qofkii aamusaa wuu badbaadaa sidaa daraaddeed marka ole haddaa badbaadaa tan iyo xadiiskii abu hureyra lasoo qaataa man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut waxaa kaloo ka mid ah xadiis kale abu hurera min xusni islaami lmar'i tarkuhu maala yacni axaadiistaasoo dhan waxay ka hadlayaaneen in qofku uu carabkiisa ilaaliyo in uu qofku wuxuu rabo uusan ku hadlin in uu qofku hadalka kale miisaamo marka kalaamku wuxuu u qaybsamaa xagga waxtarka iyo xagga dhibta afar qaybood qofkuba afartaa qaybood buu qaybsama afartaa qaybood ayuu u qaybsamaa maxaa ka mid a marka waalkalaamu arbacatu aqsaam mawduuceena dambe ayaynu kaga hadli doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh